لننطي حق عصام حمد وكادر المساعد، فضلا عن إضافة حيدر عبيد إلى الكادر. للأمانة حققوا المطلوب منهم. عصام من الموسم الماضي هو حقق المطلوب حقيقة، يعني لا يعني مو مجاملة. لما جاء من كان حسام البدري كان الفريق شبه منهار، عنده مشكلة نفسية، مشكلة تكتيكية، مشكلة أداء فردي للاعبين. قدر وبوجود حسين عبد الواحد أيضا ساعده بأمور كثيرة بهذا الجانب النفسي، وصلوا إلى مراحل جيدة جدا، يعني من حدود 12 مباراة أو 13 مباراة كلها فوز، إذن نقذ الفريق. هذا اللي خلاه أنه يكون الآن هو مطلوب في الزوراء، والاختيارات كانت إليه. يعني إحنا مشكلتنا الزوراء العام إجا حسام البدري قبل ما تبدي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بأيام، ولهذا ما عنده رؤية على اللاعبين. عصام أكثر مدرب هو ومن بقى من الموسم الماضي، يعني ما عندهم عذر في أنه يكون الفريق على مستوى عالي، يهضم الجوانب التكتيكية اللي يعطيهم إياه. وأتصور أني على هذه المجموعة اللي شفتها على الوضع النفسي، أتمنى أنه مثل ما اتفقنا أنه الجانب الآخر ينحل الإداري. لو جردتك من العاطفة، هذا الفريق كعناصر تحمل اسم وشعار الزوراء، بشخصية البطل يعني قادر على حصول من الزوراء مرة أخرى بالعناصر الموجودة اللي هم لاعبين مو غريبين علينا شايفيهم. من المبكر أن نحكم عليهم، لكن أنا إذا تسألني المعطيات ومقارنة بالفرق اللي مستقرة المنافس وتقارن بهم، لا يعني لا زال مؤشر أنه هم فريق صعب أن يوصل لمراكز الأول والثاني، يحتاج إلى وقت. ممكن احيانا ضعف الفردي عند اللاعبين يعوضه التكتيك الجماعي اللي قادر المدرب ان يوصل اللاعبين بنوعيه اللاعبين فيختار تكتيك مناسب لهم. وعصام زين بهذا الجانب، بس اتمنى انه يطبق على ارض الواقع. السؤال، هل هذا الفريق بمواصفات البطل اولا؟ ثانيا، اكثر فريق عجبتك تعاقداته كابتن؟ يعني بالمجمل فريق الشرطة أنا أعتقد تعاقداته الأفضل.